من يوليو الماضي، يعني من وقت ما أعلن الملياردير الأمريكي إيلون ماسك عن دعمه لدونالد ترامب كرئيس للبلاد، وهو في كلام عن أنه ماسك حيكون له دور في حكومة ترامب. شفنا كلام على لسان ترامب، شفنا كلام على لسان ماسك نفسه وحتى وسائل الإعلام. ترامب ومن البداية لمح وصرح عدة مرات أنه سيكون لماسك دور كبير في تحسين كفاءة الحكومة، ووسائل الإعلام كانت دائما بتتكلم عن نفس الموضوع. حتى ماسك نفسه تكلم عدة مرات عن أفكاره لهذه الإدارة ودورها. So whether it's direct taxation or all government spending, it's either becomes inflation or it's direct taxation. Your money is being wasted and the Department of Government Efficiency is going to fix that. We're going to be very open and transparent and be very clear about this is what we're doing. Here are the issues. This is the math for what's being spent. So we're going to make the spending lower. And if somebody's got a better idea for how to make the spending lower, tell us. I kind of like Doge. It's more fun. I'll probably need, if this happens, quite a significant security team. That's why we need the Department of Government Efficiency. D-O-G-E, that's on a brass plaque on a desk. It's going to be amazing. هذا كله قبل ما يفوز ترامب يوم الانتخابات. ماسك ما ترك ترامب، والفيديو اللي أمس عرضناه واضح فيه جدا كيف ترامب بيعامل ماسك خلاص كفرد من العيلة. وطبعا من بعد ما فاز ترامب كل الناس كانت بتسأل إنه إيش دور ماسك الآن في الإدارة الجديدة. التقارير بتقول إنه من يوم الانتخابات جالس في مارالاغو مع ترامب وداخل في أدق تفاصيل اختيار أفراد الإدارة. ومثل ما تكلمنا قبل، أوريدي ملامح إدارة ترامب بدأت تتكشف وتتضح يوم عن يوم. وأمس ترامب أعلن رسميا دور ماسك في إدارته، وكشف أنه حيتولى رئاسة إدارة جديدة مستحدثة اسمها إدارة الكفاءة الحكومية دوغ، اللي هي باختصار اسمها بالإنجليزي Department of Government Efficiency، واللي مهمتها الأساسية خفض الهدر الحكومي والإنفاق. ومعلومة يعني كده على الهامش، الأحرف الأولى من اسم الإدارة جات كمان يعني على هوا ماسك زيادة، لأنها مثل اسم عملته المشفرة اللي هي دوج كوين. نرجع بس خلينا لموضوع ترامب والتعيين. ترامب أعلن تعيين ماسك في المنصب في بيان، وأعلن أنه حيتولى مسؤولية الإدارة مع فيفيك راماسوامي، وقال أنه وظيفة هذه الإدارة حتكون تفكيك البيروقراطية الحكومية وتقليص الإجراءات التنظيمية المفرطة وخفض الهدر في النفقات وإعادة هيكلة الوكالات الفيدرالية. فيفيك راماسوامي هو رجل أعمال بليونير ومرشح رئاسي سابق عن الحزب الجمهوري، برضو في ناس بتسميه ترامب الصغير، وكان أكثر المرشحين الجمهوريين شعبية قبل ما ينسحب من السباق ويدعم ترامب، وحقيقة ساعد في الحملة والترويج من قلبه. يعني ماسك أخذ بوست تعيينه وعمل له بن على صفحته أو على حسابه في إكس، ومن وقتها شغال نشر عن الموضوع. ففي منشور ثاني كتب إنه الوزارة هذه مو تهديد للديمقراطية مثل ما بعض النقاد بيقولوا، وإنما هي تهديد للبيروقراطية، ووعد الشعب الأمريكي إنه يعني شغل الوزارة هذه راح يكون كله منشور علنا عشان الشفافية ويكون الكل عارف إيش اللي بيصير. أما فيفيك وفي أول تعليق له كتب إنه هو وماسك ما حيكونوا لطيفين ابدا، يعني واضح انه هو ناوي يضرب بيد من حديد. وقال كمان انه هذه الاداره المستحدثه حتكون نموذج لكل المؤسسات الحكوميه التاليه او الثانيه يعني. وترى يعني صور الاي اي والتصاميم الميمز والموضوع كلها مالي حسابات الامريكيين من وقت الاعلان. يعني
من واشنطن الخبير الاقتصادي ديفيد بين في مؤسسة كيبلينجز لتر، أهلا فيك معنا. خلينا نبتدي من هذا الموضوع اللي تكرر من وقت الانتخابات، هل لهذه الدرجة فعلا في مشكلة كبيرة يعني في الحكومة والمؤسسات الحكومية لدرجة أنه يتم تخصيص إدارة جديدة أو خلق إدارة جديدة لمعالجتها؟ هذه الإدارة أو الرئيس ترامب هو مسؤول عنه، ولكن سيكون مثل فريق عمل يعمل تحت توجيهات المباشرة من الرئيس. هي على الأرجح لن تعين الموظفين حالها حال أي إدارة أخرى، ولكن الرؤساء طلبوا من رجال الأعمال الناجحين ليشارك في مثل المفوضات من قبل لمنح النصائح والتوجيهات للعمليات الحكومية، وأتوقع أن هذا هو بالضبط هو الدور من فريق العمل هذا أو هذه الإدارة. ولكن رجال الأعمال الناجحين يعتقدون أنهم يستطيعون تحسين الكفاءة ولأنهم حققوا ذلك في شركاتهم، ولكن في الواقع هنالك قواعد وهيكليات في الحكومة تتسبب بانعدام الكفاءة، ولكن هنالك أسباب وراء انعدام الكفاءة، مثلا المعاملة المنصفة للجميع، وسبب آخر هو منع القادة السياسيين المؤقتين من تغيير أو التسبب بتغييرات كبرى بشكل مفاجئ، وكذلك لخفض الفساد. فلكل هذه الأسباب ماسك ورامسوامي ربما يجدان أنفسهما منزعجان. بس هم فكرتهم يعني انه يعني اداره او انه الحكومه تكون انها بتدير الدوله كشركه، وبالفعل زي ما ذكرت هم نجحوا في هذا الشيء في شركاتهم. يعني احدث مثال ماسك لما دخل تويتر قبل ما يحولوا لاكس، عدد الناس اللي طلعهم من الشركه كان مهول. بس في نفس الوقت ممكن هذا الشيء كمان يثير حفيظه موظفي الدوله اللي عددهم جدا كبير. لو كنت أنا موظفا حكوميا حاليا لا شعرت بالقلق، لأن من الممكن أن تقوم إدارة ترامب بمحاولة إجراء بعض التغييرات. الإدارة بلا شك ستكون بحاجة إلى موافقة المجلس الشيوخ لإجراء تغييرات كبيرة، ولكن الرئيس خاصة مثلا في فترته الأولى أمر بنقل بعض الوكالات الاتحادية، أخرجها مثلا من منطقة واشنطن، تمكن فعل ذلك من دون موافقة مجلس الشيوخ. ولكن إذا ما حاول مثلا طرد عدد كبير جدا من الموظفين، فربما لن يتمكن من تحقيق ذلك من دون موافقة مجلس الشيوخ. اوكي. طب وبشكل عام يعني إذا يعني هو تم تعيين ماسك ورامسوامي، يعني الاثنين مع بعض، طب يعني كيف ستتم العملية؟ يعني وهل سبق وشفنا استحداث لإدارة من هذا النوع أو كده عملها رئيس سابق مثلا؟ من السهل إنشاء الإدارات، وهذا أصعب بكثير من التخلص منها. وبسبب كل القواعد واللوائح المختلفة التي تسعى لحماية الموظفين الحكوميين. مسألة أخرى هي أن ماسك ورامسوامي ربما يواجهان الصعوبات. هنالك قوانين إجرامية تتطلب الإفصاحات المالية وتجنب مثلا تضارب المصالح. بالتالي فالمكتب الحكومي، مكتب الأخلاقيات الحكومي، ربما يأمر الاثنين رامسوامي وماسك لأن ربما يقوم بعض الخطوات لتخلص بعض أعمالهم، لكن يكون تضارب المصالح، وربما ماسك لأنه منخرط في أعمال كثيرة ولديه مصالح عديدة فقد يواجه صعوبة في ذلك. بالتالي فقد تكون هذه مشكلة جدية للاثنين في المستقبل. نعم.
هي يعني خطوة طموحة وكبيرة، وحشوف إيش حيحققوا فيها، إذا حينجحوا أو حيفشلوا أو الصعوبات اللي حيواجهوها. رح نشكرك على هذه المداخلة. كان معنا من واشنطن الخبير الاقتصادي ديفيد بين في مؤسسة كيبلينجر لتر. شكرا لك.